طيب، السؤال عن كتاب لا يتذكر اسم صاحبه لكنه معروف، وقدم لكتابه بمقدمة يقول فيها إنه على منهج أهل السنة والجماعة، لكنه يستدل في كتابه بمقتطفات من كتب للصابوني وسيد قطب، ويقول إن الاستدلال بأقوالهم في غير موضع الخلاف جائز، ذكر ذلك في مقدمته والتي قد لا تقرأ، هل هذا صحيح؟ وليس الأولى ترك هذا حتى لا يلتبس الأمر على الناس؟ الجواب: الاستدلال بقول بعض المخالفين فيما يوافقون فيه هذا لا يعني أن الشخص يكون على منهجهم، بل إن القرآن الكريم يعني دل على الاستدلال ببعض كلام أهل الكتاب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر ذلك في الكتاب ولا في منهج صاحبه، والذي ذكره كلام صحيح. لكن هناك نقطة: إذا وجد ما يقوم مقام ذلك ممن ليسوا على يعني بدعة أو على منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة، فالأولى أن يذكر ما قاله أهل السنة والجماعة وينسبه لقائليه من أهل السنة والجماعة، ويعني يبتعد عن ذكر النقول من المخالفين، طالما أن الكلام موجود عند الموافقين، يعني لأن ذكر هؤلاء ممن يخالفون يمكن أن يجعل لهم منزلة في نفس القارئ، ويحتج بذلك ويعتبر يعني أنهم ممن يؤخذ قولهم بصفة شاملة، فهذه أمور يعني تخشى من مثل هذه النقول، فإذا وجد البديل فلا داعي لذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.